بتطبيق السورس او في مجلد السورس عفوا لدينا هذه الملفات انا اريد هنا بالكومبوننت ان انشئ كومبوننت خاصه باليوزرز وثم اقوم باستيرادها بالاب دوت فيو واقوم بماذا اقوم بكويري عن اليوزر بهذه الكومبوننت دعونا ننشئها أن سأنشئ بكونبوننت كومبوننتس اخرى اسمها يوزر دوت فيو ومره اخرى اذا اردت تري فاذا ها هي فاذا الان دعونا نقوم بفتحها ونضع نضع بداخلها اشياء معينه فاذا بكل بساطه ساذهب الى ملف هذه الكومبوننت ها هي سانشئ تامبلت هنا وساضع فيه ديف وبداخل الديف ساضع اتش1 و 1 ساكتب يوزرز بهذا الشكل الان ساذهب الى الاب الان انا بالاب ساقوم بجلب هذا الكومبوننت من خلال امبورت امبورت يوزرز فروم كومبوننت users بهذا الشكل وايضا هنا بالاكسبورت ساجلب الكومبوننت حتى استخدمها واسم هذا الكومبوننت uh, users وهنا ساجلب هذا الكومبوننت بهذا الشكل فاذا ها هي فاذا لنا هذا سيظهر لنا شيء معين طبعا انا كتبت هنا users نعم وهنا إذا قمت بالتحديث هل سيظهر شيء معين؟ نعم ظهر لي ها هي فإذا لدينا هنا users فدعونا نكتب هنا بدلا من H1 هذا نكتب مثلا website uh, welcome to dashboard مثلا وهنا نضيف horizontal line بهذا الشكل وبusers هنا سأجعل هذا H3 إذا هكذا، إذا ويلكم تو يوزرز ولدينا هنا يوزرز، بداخل هذه اليوزرز هنا أريد أن أقوم بكويري uh, اليوزرز، فكيف ذلك؟ فلدينا نحن أبولو كلاينت أبولو كلاينت تم فعليا وصلها، لكن فقط علينا أن نقوم بالكويري، بفيو جي إس سهل جدا هذا الموضوع، فبكل بساطة سنذهب إلى هنا داني. هكذا أفضل، نعم، uh, سأقوم بفتح سكريبت تاج. بهذا الشكل وبداخل السكريبت تاج سأقوم ب export default وسأجلب data التي هي عبارة عن function و return ومبدئيا سأجعل أن ال users هي عبارة عن array فارغ بهذا الشكل لكن أنا مرة أخرى أريد جلب ال users من ال Apollo client فبالتالي من هنا نحتاج أن نجلب Apollo بهذا الشكل ومن ابولو سنقوم بكويري عن الـ users فسأقوم بإنشاء كويري وبداخل هذا سأكتب الكويري هنا ب سترينج string لكن كيف سيعرف أنه كويري؟ علي أن استخدم شيء اسمه gql فسأقوم بـ لها من هنا فسأكتب import gql وستكون هذا من أين؟ من ابولو كلاينت كور فبالتالي هنا ساستخدم جيو جي كيو ال عفوا ومن هنا سابدا بالكويري هنا ساكتب كويري جراف كيو ال فانا اريد اسم هذا الكويري جيت اول يوزرز لانه اسمه بجراف كيو ال جيت ومنه اريد تحديدا ان يظهر لي ID user أريد أن يظهر لي first name أريد أن يظهر لي last name أريد أن يظهر لي أيضا is active وايضا favorite number وانتهينا فانا فقط قمت الان بالطلب من آه من ابولو قمت بطلب query get all users فالان لدينا هنا users ولدينا هنا users فانا اريد فعليا ان عندما تاتيني من هنا اليوزر عندما يتم الطلب فعليا وتاتيني نتيجه انا اريد ان اقوم بابديت لهذه الداتا وبالتالي هنا ساكتب آه سأستخدم هنا update التي هي عبارة عن functions وتأخذ الـ data أنا سأكتب data get all users حتى يتم فعلياً الـ update وخصوصاً هو أنني أنا قمت باستخدام قمت لم أكتب هنا get all users فأسميتها users هذا الكويري هنا أسميته users وبالتالي أنا أريد أن أصل هذا اليوزرز users مع الـ نتيجة query get all users هذا ضرورية ويمكنك سنمسحها الآن بعد قليل لنرى الفرق أن لن تأتينا نتيجة فإذا الآن هنا نريد أن نجلب اليوزرز فكيف ذلك فمرة أخرى سأقوم بإضافة div هنا سأضيف لها class مرة أخرى لفكرة أن تقسيم الكود تنظيم الكود وليس فكرة CSS الآن وهنا سأستخدم v4 في فور بي وساكتب هنا يوزر ان يوزرز وهنا يمكنني ان اضيف كل المعلومات فمثلا يمكن ان اضيف مثلا مثلاً 5 هنا واكتب هنا لدينا يوزر دوت يوزر نيم طبعا انا اعتقد لم اجلب اليوزر نيم من هنا فإذاً يوزر نيم user يوزر دوت يوزر نيم وايضا ساكتب داش هكذا user First name. وفقط لنرى هل سنحصل على نتيجة لا أعلم فإذا لنرى فإذا مرة أخرى سأحدث فإذا يبدو أن لا يوجد نتيجة لماذا فإذا يمكن أن نرى الكونسول من هنا حتى نرى ما المشكلة فإذا inspect وهنالك خطأ لاحظوا فإذا يمكن أن نرى ما هو الخطأ فإذا error send query user server response أوكي فإذا مرة أخرى سأحدث فإذا هنا لدينا هذا فإذا response cannot query last name on tab user فإذا المشكلة هنا لاحظوا ما هي المشكلة هنا أنا قمت بكتابة هنا last name ويقول أن last name غير موجود لنذهب إلى GraphQL بشكل سريع ولنرى فإذا أنا الآن ب GraphQL فإذا لنرى ماذا لدينا بملفات السيرفر سنذهب إلى resolvers أو إلى الـ type definition لنذهب إلى type definition لنرى فبالنسبة لي get all users فإذا أين هو get all users ها هو يعيد لي user لكن ما هو ال مرة أخرى ال user لديه id first name user name favorite number is active فإذن ليس لديه last name فإذن لنعود إلى ال جي فإذن فإذا علي أن أمسح هذا إذا مرة أخرى لنقوم بالتحديث ولنرى هل يوجد خطأ يفترض لا يوجد خطا نعم وظهرت لي الاسماء فذن ممتاز اذا دعوني اقوم بالتكبير هكذا نعم اوضح فاذا الان لنقوم باظهار المعلومات الاخرى هنا انا ايضا اريد ان اظهر هنا اي تاج بداخل هذا الاي تاج اريد ان اظهر اي دي اليوزر فاذا عفوا انا معتاده على رياكت هنا آه، فيجب تو care يوزر دوت دي فاذا الان لاحظ ظهر لي الاي دي بهذا الشكل دعونا ايضا نضيف آه، horizontal line to horizontal line uh, بين ال users بهذا الشكل uh, وأيضا أريد أن أظهر uh, ليس هذا فقط أريد أن أظهر is active وأيضا ال favorite number سأكتب هنا favorite uh, number الذي سيكون عبارة عن user uh, number لنرى هل سيظهر ال favorite number نعم ظهر وأيضا أريد أن أظهر is active إذا is user active is active طبعا is active هي عبارة عن false أو أو true وبالتالي هنا سأكتب conditional statement أو ternary operator سأكتب is active is user active إذا كان active أريد أن يكتب active عدا ذلك أريد أن أكتب not active فإذا ما النتيجة فإذا لاحظوا active not active فإذا ممتاز فإذا حصلت فعليا على النتيجة أيضا هنا بال عندما أقوم بالنقر هنا أريد الذهاب إلى رابط اليوزر وثم أريد أن أذهب إلى اليوزر آي دي فسأقوم بكتابة هكذا يوزر آي بهذا الشكل وهنا سأحولها لي هكذا حتى تقبل الدولار سان التي لدي وأيضا سأحول الاتشرف هذا إلى دايناميك حتى يتم فعليا المرور عليها طبعا هنالك خطأ ما هو الخطأ طبعا الخطا هو اني يجب ان اضع هذه كلها بكوتيشن مارك بهذا الشكل فاذا الان لو ذهبت الى واحد سيذهب الى يوزر واحد اذا ذهبت الى اربعه سيذهب الى يوزر اربعه فاذا ممتاز فاذا الكود ممتاز لهذه اللحظه هل يوجد اضافات اريد ان اضيفها لا يوجد اضافات لكن اريد مبدئيا ان امسح هذا او اقوم بتعليقها فاذا لنرى اذا قم بتعليقها لاحظوا لن تظهر لي اي نتيجه هنا ابدا فاذا هل يوجد بالكونسل نعم يوجد بالكونسل اشياء لنرى ما هي فاذا بالكونسل يقول ان missing user attribute and result فاذا تالي نحن نحتاج هذا مرة اخرى وايضا المعلومة الاخرى التي اريد ان اقولها هو ان يجب ان نضيف كي هنا لهذا ويمكن ان نقوم ب user وهنا index و هنا نجعل نضيف كي ونجعله دايناميك والذي يكون عبارة عن اندكس فإذا الآن ممتاز فإذا استطعنا أن نقوم بكويري لأول اليوزرز لكل اليوزرز كل المستخدمين باستخدام Vue.js الموضوع الثاني أريد أن أقوم بربط في اس مع راوتر دوم مع الـ مع الراوتر فيو راوتر حتى استطيع ان اقوم هنا اضافه صفحات مثلا اد او اضيف صفحه لليوزر صفحه للاد يوزرز وهكذا فاذا سنستمر اذا نستمر <applause>